السلام عليكم خوتنا، معكم ستار لايت كالعاده. هاد المره عندي واحد السؤال ماذا بيا اللي يقدر يجاوبني. نروحوا لي بلاطو تاع التلفزيون وندو من وقتنا في لي بلاطو تاع التلفزيون باش نجيبوها مور الانستغرامر ومور اليوتيوبر اللي خطاه الوحيد انه كان عنده حلم، كان حاب يولي ممثل، راح دار لي كاستينغ في صغره ما قبلوش، حوس يدير المسرح ما لقاش المسرح قليل في الجزائر، اي بدا يدير لي فيديو باش يلحق للحلم تاعو اللي هو التمثيل. هذا هو ذنبه الوحيد، ما دنا للناس، ما سب الناس، ما حرض على العنف، ما دار حتى حاجه تاذي المجتمع. شاد كوانتو، شرا تليفون بدراهم وخدم. كي تحب تنتقد انسان في بلاطو تنتقد في اطار المجال، ما تتعداش الاطار تاع المجال، ما تروحش تنتقد الشخصيه تاع الانسان وتقول عليه مغرور، هذا الشيء عيب. راك في بلاطو تلفزيوني محترم، الفن تاع النقد يقول انه قال انت في طيموشا ما عجبتنيش في هذه وهذه وهذه، في بوبالطو ما عجبتنيش في هذه في هذه في هذه الى اخره، هكا ينتقدوا الناس. ماشي انت مغرور، سبحان الله، واش دخل الغرور؟ انا نحكوا على التمثيل والمسرح والمجال، واش دخل الغرور؟ نمام انتوما كبار علينا، ماشي اللي نوريكم واش ديروا، انتوما اللي تورونا واش نديروا. مع كل احتراماتي لكل شخص، انا على بالي باللي لا جينيراسيون اللي فاتت ماشي كاع ما يحبوناش، كاين وكاين، حنا ما نجمعوش. نحكي للناس اللي ضلوا يهضروا علينا في البلاطو، يا ناس انتوما قلتوا لنا روحوا تعلموا اقراوا، رانا قرينا، انا من 2018 وانا نزيد نتعلم، نزيد نتعلم، نزيد نتعلم، وقد ما نتعلم راني نزيد نقول مازال نزيد نتعلم. قرينا التمثيل ومازلنا نزيد نقراو التمثيل. بصح وشنو حاب نقول لكم، فاهمكم بلي هاد الدومان ما تحتكروش، تاع الجميع. مغرور تعرفني، سبحان الله، لك تهضر عليا في البلاطو تعرفني بلي انا مغرور، تقهويت معايا، تتعشى معايا، راكم تباتوا معانا، راكم تفوتوا جورنيه معانا. كي تكون صديق ليا مقرب وتقول عليا مغرور، الناس يقدروا يفهموها، بصح كي تكون ما تعرفش انسان بتاتا وتروح تقول عليه مغرور، هذا الشيء ماشي من حقك. افيك تو مي ريسبي، انتقد في اطار المجال، هذا ما كان، وهذا الدومين يتسع للجميع يا خوتي، للجميع.